السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج فقه الثوره. يسعدنا في هذه الحلقه ان نستضيف فضيله الدكتور احمد سعيد حوا لاستكمال الحديث حول موضوع الحكم في الاسلام. مرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله اهلا وسهلا. فضيلة الدكتور لو بدانا بكثير من الاسلاميين الان يعني ينادون بفكره الدوله المدنيه. فهل هذا تاثر بالفكر الغربي ام انه فعلا هذه فكره اصيله في ديننا واخي الكريم ربما اشرنا في اللقاء السابق او الذي قبله الى يعني ضروره معرفه خصائص الدوله المدنيه ومدى التقائها او افتراقها عن خصائص الدوله الاسلاميه بل اننا نزعم ان الدوله في الاسلام سبقت الى تقرير وتاكيد كثير من خصائص ومواصفات الدوله المدنيه المعاصره يعني لو استعرضنا على سبيل المثال أهم هذه الخصائص الدولة المدنية المعاصرة تقول إن الحاكم بشر يخطئ ويصيب يحاسب يعزل هذه القضايا كلها موجودة في أصل يعني التجربة الإسلامية بل حتى في التشريعات الإسلامية الدولة المدنية المعاصرة تقول بإعطاء حقوق المواطنة والحريات الشخصية ضمن النظام العام طبعا لكل دولة ولكل أمة نظام عام نحن نقول أيضا عندنا الحقوق والحريات الشخصية مرعية وحق المواطنة مرعي أيضا في ظل النظام العام المستمد من قيم الأمة وأخلاقها ودينها في الدولة المدنية المعاصرة ربما يكون الإشكال الأبرز أن الدولة المدنية تقول بفصل الدين عن الدولة هنا القضية نختلف فيها عن هؤلاء لكن مع ذلك نقول ضمن مبادئ الحريه التي تدعيها الدوله المدنيه المعاصره ينبغي ان يترك لشعوبنا حريه الاختيار ان كانت تلك الشعوب الغربيه لا تريد ان تحتكم على دين وهذا طبعا رده فعل على تجربه الكنيسه الكنيسه الفاسده نعم. التي مثلت الدين في منظورهم في تلك الحقبه ما قبل الثوره الفرنسيه نحن ليست عندنا مشكله مع ديننا بل على العكس كانت افضل مراحل الامه تقدما وحضاره ونهوضا هي المراحل التي حكمها فيه فيها هذا الدين. وبالتالي ان كنتم نقول لهم ان كنتم تدعون انه جزء من اساسيات وخواص ومواصفات الدوله المدنيه المعاصره الحريه الدينيه، حريه المعتقد والعباده، طيب نحن نريد أن تتاح لنا وللشعوب الإسلامية حرية المعتقد وحرية العبادة وحرية أن نحكم بديننا، نحن مم. ليس عندنا مشكلة مع ديننا. مم. بل أنا أقول أخي الكريم إن العلمانية أو قضية فصل الدين عن الدولة هي دين هي في النهاية دين. مم. هم ارتضوا لأنفسهم هذا الدين بين قوسين العلمانية. مم. طيب لماذا تفرضون هذا الدين علينا؟ الدين أخي الكريم ما هو الدين إلا حلال وحرام. <applause> شوف ربنا لما قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله إيش قال عدي بن حاتم قال يا رسول الله ما اتخذهم أربابا من دون الله فإيش كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام ألم يحلوا لهم الحرام ألم يحرموا عليهم الحلال ألم يطيعوهم فتلك عبادتهم إياه فجعل الدين هو هذه الطاعة في الحلال والحرام طيب أنا إذا كان ديني يقول لي الزنا حرام الخمر حرام الربا حرام يأتي هذا بنظرته الغربية ليقول لي الربا حلال والزنا حلال no. والخمر حلال طبعا يقيدون بما لا يمس النظر. يعني اسكر بس ما تسكر في الشارع ما تسكر وأنت تقود السيارة no. المهم هو جاء بأحكام تشريعية أخرى مناقضة لما عندي no. هو جاء بدين no. طيب لماذا يفرض علي دينه ويمنعني من الرجوع إلى دينه <applause> هذه النقطة الجوهرية في الخلاف بين الدولة المدنية والدولة الإسلامية فنحن نقول وبالمناسبة هذا الأمر يعني بحث علماؤنا ومشايخنا مولان في ظل الثورات هذا بحث من 20-30 سنة وفرغ منه علماؤنا وانتهوا إلى عبارة مجملة ربما ذكرنا قبل قليل السيادة للشريعة والسلطة للأمة وعبارة أخرى أن الدولة في الإسلام هي دولة مدنية بالنظر إلى مجمل أو معظم الخصائص لكنها بمرجعيه اسلاميه لا. هذا هو الفارق الجوهر لا. الدوله في الاسلام هي دوله مدنيه بل ان بعض الباحثين انتهى الى ان دوله النبي صلى الله عليه وسلم هي اول دوله مدنيه عرفت في التاريخ ومرجعيتها طبعا هذا الاسلام وهذا القران يعني سيدي لو نظرنا إلى بعض الأطروحات الآن على الواقع السوري دعنا نقول يعني كأن هذه الدراسات ليست موجودة الآن وكأننا الآن بدأنا هو بفكرة الحكم الإسلامي و... للأسف أخي قلة البضاعة في العلم ووجود جهات تحاول أن يعني تمزق الصف الإسلامي وتضرب الجماعات الإسلامية ببعضها أو تحارب الفكر الإسلامي الراشد نحن عندنا أخي الكريم تجربة إسلامية يعني لم تبدا مع الثورات ولا بدات من عشر سنوات ولا من عشرين التجربه الاسلاميه المعاصره بدات في مرحله مبكره يعني بعيده اسقاط الخلافه بسنوات قليله ولعل الامام بن رحمه الله هو اول من رفع هذه الرايه بالدعوه الى تجديد يعني او اعاده الخلافه واعاده الحكم بشرع الله سبحانه وتعالى وأنشأ جماعة لهذا الغرض هذه الجماعة أخي الكريم يعني قدمت رؤى وتصورات وطروحات وقدمت تضحيات عبر عقود طويلة ولا زالت طبعا ليس فقط هذه الجماعة هناك جماعات أخرى لكن أقصد أنه الفكر الإسلامي الراشد له تجربة طويلة ينبغي أن يستفاد منها لكن ابتلينا الآن يعني بأدعياء العلم أو طلاب علم صغار أو ربما يعني ما أخذوا من العلم إلا أقله وصاروا للاسف يعني يتطاولون على علماء الامه ومشايخ الامه ولا يرون احدا ولا يحترمون احدا يا اخي هذه القضايا كلها درست وبحثت وينبغي ان نستفيد من التجارب أنا ذكر سيدي ذكر الواقع الواقعنا في سوريا وذكر جماعه الاخوان يعني الان يوجد عباره مشهوره في الداخل السوري يقولون لا نريد تشدد داعش ولا ميوعه او تمييع الاخوان يعني أنا ما أدري أخي الكريم إن كان هناك من يسجل ملاحظات على بعض اجتهادات الإخوان أول شيء الإخوان ليسوا معصومين مم. وربما يوجد من الإخوان من يعبر عن رأيه عن وجهة نظره الخاصة مم. لكن أنا أقول أدبيات الجماعة مم. وتاريخ الجماعة ومرجعيات الجماعة المعتبرة مم. واضحة وليست خافية على أحد مم. ودراسات بل ان الاخوان يعني ربما او علماء الاخوان اقصد وعلماء الشريعه تحديدا قدموا للمكتبه الاسلاميه المعاصره يعني نتاج ضخم صحيح. لا تكاد تخلو مكتبه اسلاميه في فن من الفنون الشرعيه او العلميه حتى الا وتجد للاخوان فيها اسهام يقل او يكثر فان كان هناك يعني ممسك او اعتراض على اجتهادات البعض هذا ليس حجه على الجماعه ولا حجه على الدين لكن في المجمل اخي الكريم رؤيه الجماعه وطروحات الجماعه واضحه ومبثوثه في ادبياتها ويسجل لهذه الجماعه انها سبقت الى الدعوه الى تحكيم الشريعه واعاده يعني الحكم بشرع الله واعاده الخلافه بل ان تاسيس الجماعه الام كان كرده فعل على اسقاط الخلافه في مطلع القرن العشرين سيدي على ذكر الخلافه يعني الآن كل الإسلاميون ينادون بالخلافة علناً أو في قلوبهم يعني حلم الخلافة الآن داعش أقامت الخلافة فلماذا تعارضونها؟ أول شيء أخي الكريم لا شك أن الخلافة لا أقول مجرد حلم بل هي رؤية مستمدة من النص ولا حديث بشرت بعودة الخلافة وهذا يقين عندنا لكن التبشير بعودة الخلافة لا يعني بالضرورة أنها تأتي غداً أو بعد غد ولا يعني بالضرورة أن تختصر مراحل أو تختزل لنقفز قفزا لنصل فيما ندعي أو نظن أننا سنصل إلى الخلافة هذا مراخي ضمن سنن الله سبحانه وتعالى يحتاج ربما إلى مراحل وإلى عمل طويل خصوصا أن الأمة وصلت الآن إلى قعر الوادي أو إلى قعر المنحنى إن أردنا أن نمثل حال الأمة برسم بياني التجربة التي قدمتها داعش أو أريد لها أن تقدمها داعش وهذه تجربة ربما اشتغلت عليها جهات عالمية أخي الكريم وجهات مخابراتية محلية وعالمية أرادت أن تقدم هذا النموذج المشوه لأغراض عديدة وخبيثة ومع إقراري أنه ربما يوجد في هذا التنظيم أناس مخلصون لكن مغرر بهم لا يعرفون أين ذهبت سهامهم ومع من تضرب سيوفهم هؤلاء يعني أغلبهم شباب من المتحمسين فتناهم اخي الكريم غرض بهم نعم يعني خدعتهم الشعارات نا. احنا قلنا في في حلقه سابقه النبي عليه الصلاه والسلام هذا مسجد الضرار عندما راى انه سيشق الصف الاسلامي نعم. الان اخي الكريم هؤلاء جاءوا بشعار خلافه وجهاد ودوله اسلاميه هذه الشعارات تستهوي الشباب لكن واقع الحال ما قامت به داعش هو خدمه للنظام وخدمه لاعداء الامه ولاعداء الدين شوهت الاسلام وشوهت الثوره وشوهت الجهاد واعطت مبرر لدول غربية لتتدخل في أرضنا وبلادنا وأعطت المبرر لأعادة إنتاج النظام أن النظام يحارب إرهابيين وحارب مجرمين يحارب هؤلاء الذين يقطعون الرؤوس وليس هذا من شرعنا في شيء أخي الكريم فهذه التجربة أريد لها أن تكون أن تكون هكذا لأن إذا أردنا أن نناقش هذه التجربة هم يدعون أنها خلافة ويدعون أنها الخلافة الموعودة ما الدليل؟ هم بعد النقاش يقرون انها نوع من ولايه الغلبه لانه ما تحقق فيها شورى اهل الشورى من هم علماء الامه؟ من هم اهل الحل والعقد الذين انشاوا هذه الخلافه او بايعوا هذا الخليفه الأ المتسردب المتخفي، من هم؟ جماعتهم لا يعرفون ولا يعرف انهم علماء في الامه حتى لو كانوا طلاب علم كما يدعون اخي الكريم انا افهم من النصوص ان الخلافه الراشده ان الخلافه الموعوده لها صفات، لها مظاهر أنا أرى أنه أعظم مظهرين مظهر الشورى ومظهر الرحمة لأن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام خلافة على منهاج النبوة وجدنا أنه فعلا تحقق فيها أنها قامت على الشورى وهذا أمر يحتاج ربما إلى تفصيل لكن فعلا الصحابة الذين اجتمعوا في السقيفة وتناقشوا وتجادلوا وتحاوروا يومين وآخروا دفن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن استقر الرأي واجتمعت الكلمة على خلافة أبي بكر رضي الله عنه جميل. عمر يعني صحيح أن أبا بكر رشح عمر لكن لاحظ أن البيعة ما تمت لعمر إلا بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه والناس يدركون فعلا ان عمر هو خير الناس لهذا المنصب حتى هناك دراسات سيدي ان سيدنا ابو بكر استشار الصحابه نعم يعني وشاورهم اخذ بناء نعم. على يعني كانه قدر ايش الراي نعم. ورشح لهم ومع نعم. ذلك لم يلزم لم يلزمهم بالبيعه في حياته نعم. كما فعل معاويه بالنسبه ليزيد نعم. امر اخر ان الصحابه لو راوا ان عمر رضي الله عنه لا يستحق هذا المنصب لما بايعوه وما كان احد يجبرهم وهم الذين لا تاخذهم في الله لومه لائم المهم اخي الكريم هذه الشورى هي المظهر الاول لذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام خلافه على منهاج النبوه لكن لما تغير الحال قال سيكون ملك عضوض وبدا فعلا يعني فيما فعله او فيما سنّه معاويه رضي الله عنه له موازنات واجتهاد معين اقره عليه جمهور الصحابه والتابعين يعني حتى لا تعود الامه الى الاقتتال والتنازع لكن لاحظ الامر الاخر ان النصوص التي وصفت مرحله الخلافه الراشده ذكرت كلمه الرحمه في بعض الوقت قال خلافه ورحمه نعم سيدي لو تسمح لنا لو تكرمتم بفاصل طبضل. ثم نستكمل هذه النقطه المهمه ان شاء الله تفضل اعزائي المشاهدين فاصل وقصير نعود لاستكمال حوارنا الشيق فابقوا معنا اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين. نعود ونستكمل حوارنا الشيق مع فضيله الدكتور احمد سعيد حوا عضو امناء المجلس الاسلامي السوري حول موضوع الحكم في الاسلام. الله يبارك فيكم. فضيله الدكتور قبل الفاصل كنا نتكلم عن لماذا خالفت داعش الحكم الاسلامي؟ يعني كنا قلنا ان كلنا نحلم باقامه الخلافه الاسلاميه وها قد الخلافه الاسلاميه فلماذا تعادونها؟ يعني قلنا اخي الكريم عندنا نقطتان رئيسيتان. قضية الشورى قضية الرحمة فلا هذه الخلافة قامت على الشورى من أهل الشورى في الأمة ولا هي قدمت الرحمة للأمة بل جاءت بالبطش والقمع والقتل وسفك الدماء وقتلت من خيرة المجاهدين من خيرة علماء وطلاب علم في هذا البلد يعني سيدي ربما هنا يحتجون علينا يقولون من جاءكم وأمركم على واحد فاقتلوا الثاني أخي هذا وأنتم تعادون الدولة الإسلامية هذا إذا افترضنا أنه فعلا تحققت فيها مواصفات الدولة الإسلامية أو مواصفات الإمام وعلماء الأمة اللي هم ينبغي أن يكونوا هم أهل الشورى هم أهل الحل والعقد لا استشيروا في هذه الأمة في هذه الخلافة أو الإمارة ولا رجع عليه ولا يرجع إليهم بل يحاربون ويكفرون بالجملة عند هذه الدولة أمر آخر هؤلاء يبدو بعد النقاش والحوار وبعد أن افتضح أمرهم للناس تبين أن هذه ليست خلافة راشدة وليست الخلافة الموعودة صاروا يقولون تنزلا أنه يا أخي يعتبرون نوعا من ولاية الغلبة والصحابة أقروا ولاية الغلبة من أيام معاوية رضي الله عنه الجواب عن هذا يا أخي الكريم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا عن الملك العضوض أخبرنا أنه سيكون بعده ملك جبري أخبرنا أنه ستعود بعد ذلك الخلافة على منهاج النبوة ما أخبرنا بعودة الملك العضوض فنحن أخي موعدون يعني بالنص ممكن أن تعيد لنا هذه اللقطة الحديث اللي قال دقيقة جدا. ثم تكون ملكا عضوضا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون مم. ثم تكون ملكا جبريا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم تعود خلافة على منهاج النبوة نحن الآن في ظل أنظمة القمع هذه تعود ملكاً في مرحلة الملك الجبري <applause> بعد ذلك ستكون عوده للخلافه على منهاج النبوه جميل. وليس على طريق الداعش ولا بطريق القهر ولا الغلبه، هذا ان سلمنا اصلا بانها ولايه غلبه، نحن نقول هذا تنظيم مصنوع مخترق <applause> اجتمع فيه اضافه الى الفكر الخارجي الذي يستبيح دماء الامه، اجتمع فيه هذا الاختراق الاستخباراتي العالمي <applause> وللاسف انا اقول كثير من شبابنا وابنائنا مخدوعون مغرر بهم لا يعرفون الحقيقه يظنون فعلا ان هذه دوله اسلاميه وان عليهم مناصرتها. طيب يا اخي اليس المرجع هم علماء الامه الربانيون، علماء الراسخون الذين امرنا بالرجوع اليهم، طيب علماء الامه افتوا ببطلان هذه الدوله، وبطلان هذه الخلافه، وعدم جواز مناصرتها، بل اكثر من ذلك افتوا بوجوب قتالها. والوقوف في وجهها ووجه جرائمها يعني وافسادها يعني في يعني مع الاسف ماذا يقولون يعني بهذا الصدد يعني يقولون انتم كلكم تبع لامريكا وتبع للغرب، امريكا عادتنا فانتم تعادوننا لا يا اخي هذه بالعكس هم استمدوا هذه الدعايه والإعلام الاعلام للاسف لعب دورا كبيرا في الدعايه لهم. م -م. يعني امريكا ماذا فعلت للمسلمين؟ أمريكا التي ذبحت المسلمين في أفغانستان وذبحت المسلمين في العراق وتذبحنا في فلسطين وتذبحنا في سوريا وتذبحنا في مصر بوقوفها مع هذه الأنظمة ما الذي استفدنا من أمريكا من قال أننا مع أمريكا أو أن أمريكا معنا ماذا قدمت أمريكا لهذه الشعوب المسلمة فأخي الكريم هذا هذا للخداع للتضليل فنحن نقول ونؤكد هذه القضايا يرجع فيها إلى أهل العلم الثقات إلى العلماء الراسخين ولعلنا يعني نتكلم عن هذا في لقاء آخر إن, إن شاء, الله. الله. سيكون لنا حلقة كاملة عن المرجعية الشرعية إن شاء الله, إن شاء الله. فضيل الدكتور ما نظرة يعني الدولة الإسلامية إلى الحاكم كيف يختار وما هي صلاحياته لا شك أن الحاكم له مواصفات ويعني خصائص تؤهله لهذا الموقع يأتي في طليعتها طبعا سلامة الخلق والدين والأهلية بعد ذلك للقيام بأعباء الحكم نعم. لكن كيف يختار؟ يختار ايضا بالشورى. بغض النظر عن اليه الشورة او صوره الشورى. ولاحظ انه الاسلام يعني طالبنا بالشورى لكن ترك المجال واسع لاختيار الاليه او الطريق. وهذا يختلف من زمان الى زمان. وربما طبيعه المرحله هي التي تحدد اليه الاختيار. يعني مثلا النبي عليه الصلاه والسلام عندما اخذ البيعه بيعه العقبه الثانيه والبيعة كانت هي المقدمة المباشرة حقيقة أو المقدمة الأخيرة التي سبقت قيام الدولة النبوية في المدينة المنورة كيف اختار ممثليه طبعا النبي عليه الصلاة والسلام هو القائد فلا يتقدم عليه أحد في حال وجوده لكن حتى نصل إلى قضية أنه في ممثلين للأمة هم الذين يفرزون الإمام مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام لكن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الممثلون هم الذين سينتخبون الإمام فاللي حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب الأنصار لاحظ كيف رد الأمر إليهم من إلى اللحظات الأولى مم. أخرجوا لي منكم اثني عشر نقيبا يعني هذا مجلس النواب النبي عليه الصلاة والسلام يعرف المهاجرين وجاؤوا معه مم. لكن هو يأتي الآن إلى مجتمع جديد إلى مدينة جديدة مم. أهل المدينة أدرى بوجهائها وبسادتها بقاداتها فرد الأمر إليهم الآن ما علمنا أن أهل المدينة عملوا انتخابات ولا كان هذا الأسلوب معروف في ذلك الزمان لكن الذي يهمنا أن الأنصار فعلا قدموا 12 نقيب السؤال هل اعترض أحد من الأنصار من الأوس والخزرج بالمناسبة كانت نسبة مختلفة يعني روعي فيها حجم كل قبيلة الخزرج أكبر من الأوس <applause> كان العدد الأكبر من النقباء من الخزرج إذا التمثيل يعني تمثيل النسبي التمثيل النسبي مرعي عند النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد في الأمر أخي الكريم أنه لم نسمع أن الأنصار اعترضوا أو أن أحدا منهم اعترض يقول أن فلان لا يمثلني أو فلان لا يمثلني بمعنى آخر كأنه كان هناك توافق يعني بمعنى آخر كان في إفراز تلقائي وجهاء القوم معروفون طبعا من المسلمين مدينة كان لسه فيها من اليهود وفيها من المنافقين وفيها من بقي على الشرق إلى حين لكن هؤلاء الذين أسلموا قدموا ممثليهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يعترض أحد هذا هو المطلوب بل إن ربما يمكن أن نقول أن هؤلاء فازوا بالتزكية يعني أنا بدي 12 مرشح فأجى 12 ولم يأتي غيرهم هؤلاء فازوا بالتزكية والفوز بالتزكية أقوى لسه من الانتخاب لأن الانتخاب سيعني أن هناك آخرين يعني محل خلاف على كل هؤلاء مثال على أن الأمة تفرز ممثليها لا لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع وجهاء الصحابة رضي الله عنهم في سقيفة بني ساعدة طبعا لا يعني أن كل الصحابة جاءوا للسقيفة ولا تسع يعني إذا كان المؤرخين المؤرخون يسجلون ان, أن, الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يزيدون عن مائة ألف أو وعشرين ألف صحابي ايه لا تسع السقيفة لا لمئة ألف ولا لآلاف ولا لمئات هم عشرات الذين حضروا نواب يعني. هم بالضروره يعني سادات المهاجرين وسادات الانصار. نعم. وطرحت الاراء المختلفه واختلفوا اختلفوا، لكن صار حوار صار نقاش واجتمعت الكلمه بعد ذلك على ابي بكر رضي الله عنه. كنا نتحدث سيدي عن صفات الحاكم. اي فهؤلاء اخي الكريم لما تشاوروا ونظروا كان في أمامهم مرشح مثل ابو بكر ومثل عمر مثل ابو عبيده من ال البيت يعني العباس كان يعتقد انها ينبغي ان تكون لال البيت العباس او علي مثلا الانصار كانوا يظنون انها ينبغي ان تكون لهم وفي الانصار اوس وخزرج فلاحظ الاحتمالات اللي كانت مطروحه سادات الانصار سادات المهاجرين من ال البيت وهم ايضا من المهاجرين هؤلاء الاسماء الاسماء التي طرح كلهم اهل صحيح فكان لابد من اختيار واحد بالحوار والنقاش والاقناع والحجه تم في النهايه الاتفاق على ابي بكر رضي الله عنه نعم. ابو بكر يرى طبعا عندما حضرته الوفاه استمزج الراي ووجد انه الاتجاه العام باتجاه عمر نعم. فرشحه وتمت بيعتهم نعم. عمر رضي الله عنه كان اراد انه يصنع مؤسسه للشورى فنظر في خير الناس من هم يعني في فترته يعني. في فترة نعم. فترة عندما اقتربت وفاته قال فجعل الأمر في ستة نظرنا في هؤلاء الستة منهم هم بقية العشرة المبشرين بالجنة أنا أسألك وأسأل كل مسلم هل ترى أن أحدا يتقدم على العشرة المبشرين في الجنة هذا محل إجماع عندنا أو على الأقل في المذاهب السنية أن العشرة المبشرين بالجنة هم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرهم الأربعة طبعا الراشدون فعمر عمليا جعل من هؤلاء اللي هن بقية العشرة المبشرين جعل منهم أهل شورى قالهم أنتم تختارون وتم الأمر بعد ذلك لعثمان رضي الله عنه المهم أنه لابد أن تكون في الحاكم مسلم أو في الإمام يعني صفات الإسلام والعدالة والعلم في دين الله سبحانه وتعالى والقدرة على القيام بأعباء الإمارة والإمامة الله يجزيكم خير فضيل الدكتور بقي معنا حوالي ثلاث دقائق إن شاء الله عندنا أربع أسئلة طيب. حتى نختم هذا الموضوع إن شاء الله في هذه الحلقة هل الحكم مدة أم أنها مرتبطة بصلاحيات الحاكم؟ لا كثير من علمائنا يقول ليس له مدة م. لكن أنا أقول لا يمنع أخي الكريم أن نضع له مدة يتفق عليها بمعنى قبل ان نبايع الامام او الحاكم نشترط عليه <applause> نحن نبايعك على ان تكون مده الحكم اربع سنوات خمس سنوات <applause> الدليل على ذلك اخي الكريم من ايام الصحابه رضي الله عنهم انه لما ارادوا يعني او كان الخيار بين عثمان وعلي <applause> رضي الله عنهما جاء عبد الرحمن بن عوف قال يا علي نبايعك على ان تسير بنا بسيره الشيخين اذا هو الزمه باجتهادات ابي بكر وعمر إذا ألزمه بشرط مسبق فرفض علي الله عنه لا يريد أن يقيد نفسه باجتهاد غيره يا عثمان نبايعك على أن تسير بنا بسيرة الشيخين قال نعم طيب هذا شرط فإحنا لا لو قلنا صنعنا أو أنتجنا دستور مستمد من هذه الشريعة الغراء وفي الدستور نص على أنه مدة الخلافة أو الإمامة أو الحكم كذا سنة ورضي الإمام بذلك ما المانع هذا عقد أخي بين الأمة وبين الحاكم والأمة يمثلها أهل الحل والعقد ليس هناك ما يمنع في الشريعة جميل. سيدي هل مفهوم الدولة الإسلامية يضمن الفصل بين السلطات السلطة التشريعية والقضائية طبعا وال... طبعا هو أخي الكريم هذا المصطلح الذي جاء في الغرب أو تصر عليه الدولة المعاصرة يعني جاء كرد فعل أو كنوع من الضوابط التي تمنع الاستبداد م الذي كان في أيام الإقطاع وفي أيام الكنيسة المنحرفة أو الفاسدة او التي مثلت يعني ذروه الفساد في ذلك الزمان اخي الكريم نجد انه فعلا عندنا في في شريعه بل في التجربه الاولى ان هناك انفصال بمعنى ان الحاكم لا يتغول على اهل الشورى ولا يتغول على القضاء وهذا هو المقصود فصل السلطات الخليفه طبعا لا اتكلم عن مرحله النبي صلى الله عليه وسلم هو المرجع وكان يعلمنا مع الأسف فضل الدكتور بقيمة معنا نصف دقيقة يعني في مرحلة الراشدين الخليفة الراشد هو واحد من أهل الشورى لذا قلنا ورجحنا أن الشورى ملزمة وليست معلمة جميل هو واحد منهم في القضاء عند اللزوم يجلس الخليفة أمام القاضي مع خصمه حتى لو كان يهوديا الخليفة أو الحاكم أو الحاكم ايا كان فإذا كان على شخص في هرم السلطة يجلس ولا يستطيع أن يتمرد على القضاء إذا فعلا هناك استقلال لهذه السلطات وفصل بين هذه السلطات جميل. جزاكم الله خيرا فضيل الدكتور كان حوارا شيقا حول هذه الموضوع كرمكم الله الله يبارك فيكم وانتم اعزائي المشاهدين اشكر لكم حسن متابعتكم وعلى امل اللقاء بكم في حلقه جديده من برنامج فقه الثوره استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته